السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت الموافق 3 الشهر 11 التاريخ 2016. المكان بالقرب من مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. الوجهة إن شاء الله مراكش، ومن مراكش إلى أقادير، ومن أقادير سوف تتحدد الزيارة إلى الجنوب، سواء جهة طنطان والعيون أو إلى جهة الصويرة وجديدة وآسفي. لكن الآن نحن في الطريق، في بداية الطريق إلى مراكش، ومن مراكش إلى إن شاء الله إلى مدينة أقادير. الجو كما تشاهدون الآن جو غائم. هذه منطقة اسمها السطات، لا معليش استدرادات، وأحيانا نرجع من الموضوع الأساسي لما يعني يصادف أي معلم أو أي لوحة إرشادية. هذه سطات وبن أحمد، يعني تبعد من هنا من تقريبا من مدينة كازا تقريبا 60 كيلو، وهي تشتهر طبعا بالزراعة القمح وبكميات كبيرة تغطي يعني احتياج كبير جدا للمغرب. نحن الآن على مقربا هذا الخط السريع وما يسمى بالمحطة الأداء، يعني محطة الأداء يعني تدفع، يعني تأدي شيء. هذا الخط السريع فيه خدمات جميلة جدا. سوف ندخل من المحطة اللي هي المحطة الطريق اللي تدفع الضريبة أو الأجرة حق الطريق. استأنفت التصوير الآن. هذه محطة الأداء. سوف نمر عبر هذه البوابة وندفع الأجرة. هذا في عندهم طرق طريق يسمى طريق الأداء والطريق السريع والطريق الزراعي أو الطريق الوطني بدون دفع الأجر. سوف نقوم الآن بدفع المبلغ. الأسعار طبعا مكتوبة على، لا أعرف الآن الأسعار لكن هي مكتوبة على اللافتة. الله، كم الأجرة هذه؟ ما شاء الله جميل جدا، رائع جدا، خدمات رائعة ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كم المبلغ؟ المبلغ كم تقريبا؟ المبلغ كم الأجرة؟ 11 درهم. ما شاء الله تبارك الله. شكرا. الى وين؟ الى مراكش ولا وين؟ الى مراكش على طول. شكرا جزيلا. على طول ان شاء الله. شكرا جزيلا. 11 درهم يعني ما يقارب 4 ريال تقريبا بالعمله السعوديه. ما شاء الله مطر، الجو ممطر. الجو رائع جدا وسوف نستأنف الرحلة. طبعا الرحلة تستغرق تقريبا إلى مراكش حوالي الساعة والساعة والنصف. ما شاء الله الآن الجو الساعة 12:01 تقريبا، 12:58 دقيقة. الجو ممطر جدا. يعني الشيء الجميل في المطر او في عند نزول المطر ما شاء الله تبارك الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حيا.
سبحان الله. الحياة سبحان الله، لاحظ ان الحياة حياة مادية، يعني الانسان اذا ما شرب الماء يموت. الشجر، الطير، كل حتى الجمادات سبحان الله اذا لم تكن يعني في المناطق الجافة تهرم وتنتهي، وحتى لا يوجد فيها اي نوع من انواع الحياة. لكن اللي لاحظته القرآن سبحان الله، الإعجاز العلمي في القرآن، ومن يسبغ أغوار أفلا ينظرون، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون، أفلا يتفكرون. الملاحظ الآن في هذه السنة الممطرة التي عم المطر بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها وبلاد العرب من الخليج إلى المحيط، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، حياة مادية كل شيء، لكن هناك شيء نغفل عنه وهي الحياة المعنوية. ما أن ينزل المطر في كل مكان، حتى المكتئبين، حتى الذي أبتلتهم الهموم والأمراض وعندهم من المشاكل، والذي لا يستطيع أن يذهب إلى عمله، تجده هناك حياة معنوية، هناك حركة، هناك نشاط، هناك ارتياح، هناك نفسية مريحة مهما يكن سبحان الله. إذن هناك حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وهناك حياة مادية، وهناك حياة معنوية ونفسية. نسأل الله لنا ولكم ولكل المسلمين في كل مكان حياة سعيدة وحياة مادية طيبة مع هذه الأمطار، وحياة معنوية ونفسية، وسوف نكمل إن شاء الله مع هذه الرحلة. طبعا في الطرق يعني مدن كثيرة وقرى وأرياف وبوادي، وسوف نستمر مع هذه الأمطار الجميلة، ونوافيكم بتقرير كل ما هو جميل إلى أن ألقاكم. وباستطاعتكم أن تدخلوا في اليوتيوب قناة أسميتها قناة عيون النحل، لأني عليت على نفسي ألا أعمل إلا كما يعمل النحل. وقد ورد النحل في القرآن الكريم، ألا أقع إلا لا تقع كاميرتي ولا عيني إلا على كل جميل، ولا أنقل إلا ما هو جميل، وإلى كل ما هو جميل أنتم الأحلى وأنتم الأجمل. قناتي في اليوتيوب هي قناة عيون النحل. نلقاكم في مقاطع أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.